لقضائه نافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطرى جناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع ورائش كل طانع ورحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوة سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وإليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرغبتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك فارتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا وحفظتني بالماء طفلا صبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وعطفت علي قلوب الحواضن وكفلت منهم وكلأتني من طوارق الجان وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمن حتى إذا استعللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام وربيتني زائدا في كل عام حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك ونبأتني لشكرك وذكرك وأوجبت علي طاعتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرتني تقبل مرضاتك ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترضني يا إلهي نعمة دون أخرى ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش
وإحسانك القديم إلي، حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم، لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك، أنزلتني إلى ما يقربني إليك، ووفقتني لما يسرفني لديك. فإن دعوتك أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، وإن أطعتك شكرتني، وإن شكرتك زدتني. كل ذلك إكمالا لأنعمك علي وإحسانك إلي. فسبحانك من مبتدئ معيد حميد مجيد. تقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك، فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا، وذكرا أم أي عطاياك أقوم بها شكرا، وهي يا رب أكثر من أن يحصيها العادون أو يضلوا علما بها الحافظون. ثم ما صرفت وذرأت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء، وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجال نور بصري وأسالي لصفحة جبيني وخلق مسار بنفسي وحذاري جمال عجيني ومسار بسماخ سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركات حفظ لساني ومغرز حنكي فمي وفكي ومنامك أقراسي ومساغ مطعمي ومشربي وحمالة أم رأسي وبلوغ حبائل بارع عنقي وما اشتمل عليه تامر صبري وحبائل حبل وديني ونياط حجاب قلبي وأفلاذ حواشي كبدي وما وحطاط مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أنابلي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي ومن تسجى على ذلك أيام رضاعي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات روعي وسجودي. لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أو لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جليدا وثناء طارقا عقيدا. أجل ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدد إنعامك سالفه وآنفه ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا. هيهان أنى ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق كتابك اللهم وإنباؤك وبلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاقتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله.
موتا ولم يكن له شريك في ملكه فيقاتل فيما ابتدع ولا ولي من الذل فيرشده فيما صنع فسبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحانك الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم اللهم اجعلني أخشاك أني أراها وأسعدني بتقواك ولا تشغلني بمعصيتك واغفر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم اجعل غناية في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وارني في إيثاري ومآربي وأقر بذلك عيني اللهم انشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطيئتي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا فجعلتني خلقا سويا رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا رب بما برأتني فعدلت فطرتي رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي رب بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتني رب بما بما أوليتني ومن كل خير أعطيتني رب بما أطعمتني وسقيتني رب بما أغنيتني وأقنيتني رب بما أعنتني وأعزت وأعززتني رب بما ألبستني من سترك الصافي ويسرتني من الكافي صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأعني على ضائق الدهور مصروف الليالي والأيام ونجني من أهوال الدنيا اللهم ما أخاف فاكفني وما أحذر فقني وفي نفسي وديني فاحرسني وفي سفري فاحفظني وفي أهلي ومالي فاخلفني وفيما رزقتني فبارك لي وفي نفسي فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن شر الجن والإنس فسلمني وبذنوبي فلا تفضحني وبسريرتي فلا تخزني وبعلمي فلا تفضحني
الهين ونعمك فلا تسلمني وإلى غيرك فلا تكلني إلهي إلى من تكلني إلى قريب فيقطعني أم إلى بعيد فيتجهمني أم إلى أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري إلهي فلا تحمل علي غضبك فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سبحانك غير أن عافيتك أوسع لي فأسألك يا له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين ألا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك لك العقبى حتى ترضى لك قبل ذلك لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه يا من أسبغ النعماء بفضله يا من أعطى الجزيل يا عدتي في شدتي يا صاحبي في وحدتي يا ضيافي في كربتي يا ولي في نعمتي يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب والقرآن الحكيم أنت كافي حين تعنين المذاهب في سعتها وتضيق بالأرض برحمها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مطين عذرتي ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعزه يعتزون يا من جعلت جعلت له الملوك نيرا المذلة على أعناقهم فهم من فطواته خائفون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور يا من يعلم كيف هو إلا هو يا من لا يعلم كيف هو
هذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا مقيض الركب يوسف في البلد القصر، ومخرجه من الجبن وجاعله بعد العبودية ملكا، يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب، وممسك يداي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره، يا من استجاب لزكريا وفاف وهبى له يحيى ولم يدعه فردا وحيدا، يا من أخرج يونس من بطن الحوت من فلق البحر بني إسرائيل، فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين، يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه، يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود، وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقهم ويعبدون غيره، وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله، يا الله يا الله يا لا ند لك يا دائما لا نفاد لك، يا حيا حين لا حي، يا روحي الموتى، يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت، يا من قل له شكري فلم يحرمني، وعظم خطيئتي فلم يفضحني، ورعى يا من حفظني في صدري، يا من رزقني في كبري، يا من أياديه عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى، يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان، يا من هداني للإيمان من قبل أن شكر الامتنان، يا من دعوته مريضا فشافاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكفلني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلمني، وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني، فلك الحمد والشكر يا من قال، يا من أقال عذرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي، وإن أعد نعمك ومنك وكرائم منحك لا أحصيها، يا أنت الذي أفضل، أنت الذي أكمل،
أنت الذي رزاق، أنت الذي وفق، أنت الذي أعطاني، أنت الذي أغناني، أنت الذي أخزاني، أنت الذي آواني، أنت الذي كفاني، أنت الذي هداني، أنت الذي عصاني، أنت الذي سجار، أنت الذي نطار، أنت الذي أطال، أنت الذي مكن، أنت الذي أعزز، أنت الذي أعان، أنت الذي عبر، أنت الذي أيان، أنت الذي نصار، أنت الذي شفاي، أنت الذي عافاي، أنت الذي أكرم، أنت الذي تباركت وتعالي، فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا. ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفر لي، أنا الذي أساءت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي همام، أنا الذي جهل، أنا الذي غفل، أنا الذي سهام، أنا الذي اعتمد، أنا الذي تعمد، أنا الذي وعد، وأنا الذي أخلاف، أنا الذي نكر، أنا الذي أقرر، أنا الذي اعترفت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي، وأبوء بذنوبي فاغفرها لي. يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عملهم ممن عمل صالحا منهم. وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته. فلك الحمد إلهي وسيدي، إلهي أمرتني فعصيت، ونهيتني فارتكبت نهيا، فأصبحت يا لا ذا براءة لي، فأعتذر ولا ذا قوة فأنتصر، فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كل وبكل عصيته يا مولاي؟ فلك الحجة والسبيل علي، يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني. ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروني، ولرفضوني وقطعوني، فأنا ذا يا إلهي بين يديك يا سيدي خاضع ذليل حصير، حقير لا ذو براءة فاعتذر، ولا ذو قوة فانتصر، ولا حجة فاحتج بها، ولا طائر لم أجترح،
والعافية في البدن والسلام.